مرة ثانية بتواصل مع كل أحبابنا في كل مكان في صباح الشروق في الساعة الأولى من صباح الشروق، ويعني بنلقى إنه في بلدنا تحديدا وفي كل مكان كل شخص عنده طموحات، كل شخص عنده أحلام، كل شخص عنده هوايات وعنده أهداف منذ الصغر هو بتكون بتدور في رأسه. قد تتغير هذه الأحلام والأهداف مع تغير كثير من الأشياء في حياته، وقد تستمر ويكون عنده عزيمة وإصرار وتحدي لأنه هو يحقق كل أحلامه وأهدافه في المستقبل. في اللي بتوفق بيلقى الطريق ساهل قدامه، وفي اللي ما بتوفق بسبب ظروف كثيرة جدا. لكن خلونا الليلة الصباح نكون إيجابيين، نتكلم عن الناس اللي قدرت توفق ما بين هواياتها أحلامها وما بين مهنتها. واليوم هنجمع ما بين يعني حاجتين شويه صعبات، ما بين الكيمياء تحديدا، باش مهندس كيميائي في نفس الوقت فنان تشكيل لدرجه انه هو ملقب بدافنشي، كلنا نعلم من هو دافنشي. داخل الاستوديو معنا الباش مهندس محمد عباس سند، مهندس كيميائي. اهلا ومرحبا بك، صباح الخير عليك. صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بتميع علم، ان شاء الله نكون ضيف عليكم ان شاء الله. محمد، يعني ما بين الهوايه والمهنه كثير من التفاصيل، خلينا بداية نتعرف على سر اللقب، يعني أنت ملقب بدافنشي، ما هو سر لقب دافنشي يا محمد؟ والله اللقب ده جاني بدل شديد، ممكن تقول من الأساس والثانوي، يعني أصحابي كامل يقوبوني حتى أساتذة الفنون كده مشى يعني، اللقب مشى ويعني في ممكن تقول الحلة وفي الأهل بيلقبوني كده. يعني اول حاجه بدا وين؟ يعني اللقب تحديدا بدا في المدرسه ولا في المدرسه؟ ايوه في المدارس كده، يعني في المدرسه كانت لاحظوا عليك الاساتذه ولا الطلاب ولا انه الاساتذه والطلاب ذاته الاثنين يعني في الرسم. طيب خلينا، بما انه في المدرسه معناته بدات الموهبه من بدري شديد، بدايه الموهبه لك تحديدا في الفن التشكيلي ومن اللي وقف معك؟ البدايه كانت تقريبا سنه ثالث اساس، كانت يعني حتى متذكر انا كان جيت تقريبا اول كان يعني، وطبعا كعاده يعني الواحد لما يتفوق وكده الوالد بيشتري لي حاجه او هديه وكده. كانت بدايتي يعني انا كان طلبت مجلات، عايز مجلات حط ناس ميكي ماوس ولا يعني كميه من المجلات. أيوة. حتى المجلات دي يعني ممكن تقول يعني الهمتني شديد في موضوع الرسم وكده يعني، وحتى في الاجازه يعني كنت تبرسم كثير يعني يعني ممكن تقول شغف يعني شديد، حتى في المدرسه يعني كراساتي كانت بتكون ورقتين ثلاثه، الباقي كله بيكون رسم. ايوه يعني كان في اشكال، لكن الوالد الله يرحمه يعني كان هو ذاته يعني مشجعني وكذا وقف معه. ايوه في دي عندي برضه عمي وعمي برضه كان بيجيب لي الوان وكده يعني يمكن دي من رسوماتك يا محمد. زهره معنا على الشاشه حاليا، يعني كده كلمني عن اللوحه دي تحديدا، يعني او دي خلينا نتكلم عن اللوحه دي يعني. تمام، انا اصلا يعني قابلت في معارض كثير يعني من 2012 من 2010 بشتغل في المعارض وقابلت تشكيلين كثير. يلا الحاصل شنو؟ انه انا يعني عرفت اساليب معينه مثلا فن الفولكلور او كده، دي يعني ادتني توجه معين انه انا اشتغل الشارع السوداني او كده، او بقيت يعني الحمد لله حتى تطورني لقدام، بقيت اشارك في المعارض وبقيت ابيع لوحات من الثانوي. وانا من الثانوي ببيع لوحات وكده، يعني شاركت في عدد من المعارض، منها دي انه انت كفنان لازم تبرز هويه بلدك. ودي مهمه جدا يعني، دي صور حقيقة يا محمد جميلة غاية في الجمال والروعة، بتعبر عن إنسان السودان، بتعبر عن 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 سحناتنا إحنا، عن عاداتنا وتقاليدنا وبساطة إنسان السودان يعني بعض المناطق في السودان. طيب ده بياخذني لنقطة ثانية جدا مهمة، إنه المزاجية عندها دور في الرسم يعني، وهل في وقت معين للرسم؟ والله يعني يلا المزاجية دي أكيد طبعا، كل ما يكون مزاجك يعني رايق بتعمل افضل، لكن طبعا انت هو الرسم زاده بيعدل لك مزاجك، بيعدل المزاج. هي ده انا يعني انت لما تحس بانك انت شويه
مزاجيتك ما حلوة بتلجأ للرسم والتلوين وغيره. طيب علاقة دراسة العلوم الكيميائية بهواية التشكيل تحديدا؟ والله أنا درست كيمياء لأنه كنت متفوق جدا في دراستي، يعني حتى يعني خشيت كيمياء حبي للعلوم كده، يعني قد تكون مثلا المفاهيم ذاته بتاعت المجتمع والفنون وكده، يعني دي الحاجة اللي خلتني أنا أدرس كيمياء وكده. حب يعني أنا ما كنت مثلا مرغوم، يعني حبيت أنا عن رغبة إنه أخش، حبيت إنك تخش علوم كيمياء. أيوة بحب العلوم. عندك هواية أنت ما حابب تتنازل عنها. أيوة. وقدرت توفق بين الاثنين. والله أيوة فعلا، ليه؟ لأنه أصلا أنا من قبل الجامعة يعني كنت قطعت شوطي، يعني كنت مع التشكيلين ديل، يعني علاقة طيبة معاهم وبشارك معاهم طوالي وبقعد، يعني هم ذاته أضافوا لي حاجات كثيرة يعني. جميل. باشمهندس محمد، احنا بنتكلم عن 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 ابداع في ظل ابداع لا محدود في البلاد، يعني السودان فيه كثير من المبدعين. يعني اين هي بصمتك، بصمه محمد تحديدا في الرسم في ظل بلد مليئه بالمبدعين؟ والله تاجي من وين؟ اول حاجه انا يعني قلت لك التشكيلين ديل هنا يعني وجهوني توجيه صح. دي حاجه الاولى. الحاجة الثانية إنك لا تطور لازم تهتم بثلاثة محاور: الخامة والموضوع والمهارة. دي كلها يعتمد العمل الفني لكل واحدة. المهارة دي أنت بالممارسة لازم تمشي، والخامة هي الألوان أو مثلا الماتيريال اللي بتمشي عليها أصلا. جميل. والموضوع هو أنت لو ما عندك يعني بتبرز شخصية بلدك بيكون موضوعك ممكن اقول يعني صدر، يعني بحيث انه البصمه يكون في لمسه يلا بالضبط كده عن البلد. اكيد. نعم. انت لازم تكون يعني الفنان هو برز شخصيه بلده، الهويه انه أيوة. انا فنان سوداني. أيوة. الهويه السودانيه. طبعا. جميل. طيب العمل الوظيفي هل كان مغيد بالنسبه لك يعني امام الهوايه او الموهبه بتاعتك الرسم؟ الى حد ما يعني، لكن اصلا ما وقفته، يعني طوالي رسم ده برسم اصلا ما وقفت اصلا، لكن في نفس اللحظه اني كنت يعني بدرس وتفوق برضه، ويعني حتى بعد الجامعه يعني اخذت فتره 5 سنة كده، يعني ممكن اقول عاطلين، يعني ممكن اقول ما لا طال القعده، لكن يعني قدمنا تكنيكات واشتغلنا في مراكز بحوث كده. لحال البلد يعني. لحال البلد. اي. طيب يعني انت بديت الموهبه من بدري شديد زي ما ذكرت قبل. أيوه. من ثالث اساس، وفي نفس الوقت انت خريج هندسه كيميائيه. أيوه. يعني تمتلك وظيفه مهندس كيميائي. جميل. هل الان الرسم وهذه الموهبه اصبحت مهنه بالنسبه لك؟ يعني في الفتره الاخيره بقت مهنه بتاعتي. ايوه. خاصه انا اشتغلت مثلا يعني الفتره الاخيره بس في مصانع وكده، يلا مصانع لقيت ما في تغيير. مصانع قصدي مهندس كيميائي كواليتي كنترول، دي اكثر شغل ممكن تلقاها بالساهل هنا في البلد. لكن ما في تغيير يعني من مادي ولا يعني ولا معنوي. انت ما كان زمان، خلينا نتفائل خير. والله ان شاء الله في السودان الجديد يكون في تقييم للشباب، احنا بعض الشباب هم ركيزه مهمه جدا في البلد، وناس زيكم يعني باشمهندس كيميائي في نفس الوقت فنان دافنشي يعني ورسام، عندك موهبه. عايزين نتعرف برضو على مشاركاتك في الدورات والمعارض سواء كان داخليا او خارجيا اذا وجد يعني. تمام. يلا، هي البدايه اصلا يعني من صغيرة كنت مميز في الرسم، يعني مثلت الشمالية أو الولاية الشمالية. أنا مواليد شمالية دنقلة مدينة إردن، حتى درست المراحل الابتدائية في مدرسة حسان بن ثابت. يعني في الثانوي تقريبا أنا كنت مثلت الولاية الشمالية في الرسم. حتى حرزت المركز الثاني على مستوى السودان، عندي ميداليات وكده معاهم. جميل. يلا بعد أنا في السنة وجيت الخرطوم قعدت معهم، قابلت التشكيلين، يعني هو عرفني بيهم عمي برضو عنده علاقة على التشكيلين، يعني من 2010 ل 2015 دي أنا فترة ديك أنا كل سنة بشارك في معارض بتاع كيتس أو ديبانجا معارض عبارة عن
يعني فنانين التشكيل كله التشكيليين بيجتمعوا وكله يعني زي سوق ممكن تقولي سوق بتاع معارض بتلمه كله وانا ببيع طوالي في وسطهم يعني دي يعني حاجه كان بتشرفني جدا يعني. جميل. خارجيا هنقدر نتوقع انه محمد يكون عنده مستقبل في المعارض الخارجيه باسم الهويه السودانيه؟ لا دي اللي انا ماشي عليها حاليا. دي اللي ماشي عليها هسه يعني الساعي لانك تصل لها بالضبط كده ان شاء الله ربنا يوفقك وتصل باذن الله تعالى. طيب كيف تنتقل يعني كيفيه الانتقال من التصميم او للتصميم والجرافيك تحديدا؟ والله التصميم الجرافيك هو يعني جزء من التشكيل ذاته يعني وده يعني سبحان الله اداني يعني ممكن تقول دفع انه انا اطور شغلي خاصه في مجال الجداريات. اشتغلت يعني فتره في كمصمم جرافيك. يعني كلمنا يعني عن الجداريات، ماذا عن الجداريات؟ احنا يعني هل الجداريات بالصوره الواضحه لنا مثال الصوره التي ظهرت ايام الثوره السودانيه والرسومات الجميله؟ حدثنا يعني. يلا الجداريات هي في النهايه اي الفن هو تعبير يعني او رساله كانت يعني تبع الثوره او ايوه او ده الحاجه اللي انا عملتها هسه في الجداريات لاحظت انه الشغل يعني في البيوت او في المصالح او الحكوميه او يعني في مجتمعنا بتوقف على فئه معينه مثلا كنقاش مثلا او كده بيكون شغل يعني لون واحد على البيت او كده الحصل انه يعني انا قلت ليه ما ادخل الشغل ده في الفن ده ادخله في الجداريات اقصد في المنازل خاصه انه اللوحات يعني مجال ضيق في البلد دي صح يعني ثقافه انك تشتري لوحه وتعلقها على حيطه وتقيمها دي يعني ما في بالسهوله بقت حاجه يعني مستحيله حتى يعني لكن خلينا المفهوم ده ماشي على تغير يعني الناس بدات تنتبه لمفهوم اللوحات لمفهوم الالوان لمفهوم الرسومات المعبره اللي عندها الرسمه اللي بتشاهدها بتحس انه انت غيرت يعني غيرت من مودك من احساسك من نفسيتك زي الموسيقى وغيرها يعني تخيل كده خاصه مع الشباب اللي اصبحوا متجهين لاتجاه انهم يدرسوا فنون جميله الكليات اصبحت متوفره يعني حاسه انه يعني الحاجه بدات تتغير اكيد في وعي حاصل في تزوغ للفنون يعني في احسن حتى في تشكيلين يعني كتار بقول لي انتم زمانكم ده ما زي زماننا اسمعها من كم واحد خاصه بيتصلوا علي بقول لي يعني انت ماشي كويس وكده حتى ما بعرفهم اخر مكالمه متذكر كان بقول لي ماشي انت ماشي كويس وفي مجالك ده عملت اسم نحن زماننا كنا مظلومين يعني نهايه ما كان في تقييم وجد الحاصل يعني انا يعني التشكيلين حتى بيكون فيه جو من الاحباط ما بيكونوا معروفين اساسا ايوه يعني. احباط شديد حاصل فيهم خاصه الاجيال القدام ما انه في ناس مميزين جدا يعني لكن ممكن يطلعوا عندهم اسم برا وكده لكن هنا ان شاء الله الاجيال الجايه تكون احسن كده ان شاء الله دي متوقعين ان شاء الله ان شاء الله. طيب الفلكلور والشارع السوداني في خيال محمد عباس خياله الفني والله الفلكلور ده يا سبحان الله انا من زمان بحب التصوير الفوتوغرافي حتى يعني جبت كاميرا ويعني ايام كده او زي ما وقت الفاضي بلف على الاسواق السوق اول يعني الشارع السوداني هو اصدق مكان للتعابير يعني تكون يعني اللوحات بريئه جدا تكون فيها شغل ظاهر يعني السحنه السودانيه الثقافه بتاعتها كلها بتلقاها يعني في الشارع السوداني عشان كده انا مسكتها ودي ماشي عليها يعني. نعم. محمد انا افرد لك مساحه كلمه اخيره اذا حاب تقول حاجه بعد نهايه اللقاء يعني. والله انا عندي يعني توجيه او يعني ممكن تقولي نقطتين. النقطه الاولى اي واحد عايز يخش مجال الفن ده ان كان دارس ولا ما دارس انا الفن ده ما حكرا على واحد انه يعني لازم في حاجه اسمها التغذيه البصريه التغذيه البصريه دي انك تشوف كثير تطلع كثير يعني العالم ماشي قدام
وفي يعني مبدعين كتار، لازم انت تكتسب منه خبرات، كانك تشوف زي مثلا الشاعر، مثلا شاعر بيقرا كتب كثيره وممكن روايات اي يعني ماده ادبيه، مع الزمن مصطلحاته بتتطور. حبيبي هو كذلك شاعر. ايوه بالضبط. يلا المجال البصري بتشارك معنا الفوتوغراف برضه، لازم اشوف كثير كده بصمته يعني حيصير له عنده بصمه، خاصه معه كمان مع لو انت بتمارس شغلك كثير وبتعرف يعني معلومات عن الخامه والماتيريال تطلع. ايوه اطلع في النهايه. ايوه خاص الرساله أيوة. تخليه واضحه جدا للعيان. أيوة. يعني دي مهمه جدا يعني. ايا كان حلمك ما تقيف عند حلمك بس وتتمنى، لا انت اسعى. أيوة. ويتسبب في اسباب كثيره جدا عشان ما تصل لاحلامك. والنقطه الثانيه برضو كمان النقطه الاخيره دي انا بقولها لاي خريج، لانه انا عانيت منها، عانى منها كميه من يعني من الخريجين، انه بينتظر الفرصه وثقافه انه ان الزمن ده انه زول ما يتوظف او ما لقى له وظيفه وما اخر ولا اول زول، وخاصه في يعني البلدان المتطوره انه بقى يعني يركزوا على الجانب العملي او يعني اللي هو الفني او المهاري. دي كويسه جدا يعني، في ناس كثيره ابدعت في مجالات بخلاف الدراسه اكيد، ودي مهمه جدا يعني هسه خاصه مجتمعنا والزمن ده بالذات، يعني بلقى شباب كتار قاعدين ما عندهم متذكرين. أيوة. تمام. جواهم في اشياء كثيره جدا. أيوة. في ابداع، في يعني مواهب مختلفه مدفونه مفروض هي تطلع للعيان. أيوة. ابدعوا ويعني حاولوا تحققوا احلامكم وطموحاتكم، النجاح لا يقتصر على حد والقمه تسعى الجميع. انا شاكر لك كثير جدا محمد عباس سند، مهندس الكيميائي الملقب بدافنشي. شكرا جزيلا لك. ان شاء الله. شكرا جزيلا على استضافتكم، ان شاء الله نكون قدمنا لكم حاجه ان شاء الله. اتمنى انكم تقدموا البلد، عايزين نشوف الخرطوم بمفهوم جديد، مفهوم الالوان، غيروا من الشوارع من الالوان. ان شاء الله انتم بدعمكم الكبير كشباب مع وقفه الحكومه اكيد، لانه دوره مهم، تقدروا تغيروا من الخرطوم، تكون هي منطقه مميزه وجميله بالالوان الزاهيه والرسومات والجداريات المختلفه. بتواصل